نروح بقى الجولة مع مراسلينا في فندق إقامة الأهلي وملعب مباراة، نطمئن على الأجواء ونحطكم في الصورة كالعادة. معانا دلوقتي مراسلنا وزميلنا العزيز شريف شعبان من فندق الإقامة. مساء الخير يا شريف. تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من معسكر فريق النادي الاهلي ومباراه الاهلي والمقاولون العرب في الثامنه مساء على استاد القاهره الدولي. يمكن خليني اقول لك اجواء معسكر النادي الاهلي، يمكن بعد تدريب الاهلي بالامس في ملعب مختار التتشي يمكن في الخامسه والنصف مساء، يمكن دخل اللاعبين بعد التمرين في معسكر مغلق. العشاء بالامس كان في الثامنه والنصف مساء، يمكن بدايه يوم النادي الاهلي كان الفطار في العاشرة صباحا والغدا كان الساعة الواحدة والنصف ظهرا، يمكن الوجبة السناكس كانت الساعة خمسة بالظبط والمحاضرة خمسة ونص والتحرك هيكون طبعا بعد المحاضرة مباشرة. يمكن مستر موسيماني في أول معسكر ليه بيتعرف على كل لاعبي النادي الأهلي، في لعيبة معروفة بالنسبة له بالاسم، يمكن عارفهم بالاسم وعارف كل حاجة عن كل لعيب، في لعيبة ما بيعرفهاش فبيسأل مين دوت فتقول له مثلا فلان، بتلاقيه عارفه برضو عارف كل حاجة عن هذا اللاعب. الملفت النظر النهاردة في معسكر النادي الأهلي يمكن المدير الفني للنادي الأهلي طبعا مستر موسيماني كان حريص يقف مع دكتور عبد الرحمن دكتور التغذية علشان يعرف الدكتور بيعمل إيه، بيعمل كل كبيرة وصغيرة يبقى عارف الأهلي بيفطر إيه وبيتغدى إيه، مواعيد الأكل المناسبة للاعبي النادي الأهلي إذا كان العشاء أو الفطار أو الغداء، وتكلم وتناقش معاه في كل كبيرة وصغيرة، طريقة تحضير الأكل، طريقة تقديم الأكل لكل لاعبي النادي الأهلي. يمكن الراجل لفت نظره الاحترافية الشديدة اللي عند النادي الأهلي أو النادي الأهلي بيلجأ ليها في المعسكرات. يمكن خليني أقول لك يمكن المحاضرة كان حوالي 35 دقيقة أتكلم فيها عن التشكيل اللي هيبدأ به مباراة المقاولون العرب اليوم، اتكلم فيها عن نقاط الضعف والقوة لفريق المقاولون العرب وأكد على تنفيذ كل لعيب لمهامه بعد إعلان التشكيل. يبقى فقط التوفيق، يبقى فقط بإذن الله التقديم نفسه لكل جماهير النادي الأهلي. هنا كل المتابعين أو كل جماهير في فندق الإقامة كانت حريصة لالتقاط الصور السيلفي مع المدير الفني الجديد اللي قابل كل ده بترحاب شديد جدا، متواضع يعني بشكل كبير جدا، ما بيحركش حد خالص، دايما بيتكلم مع الجهاز. النهاردة بعد الفطار قعد مع الجهاز المعاون ليه وطبعا ومدير الكورة الكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي ساعتين بيتكلم فيها عن كل صغيرة وكبيرة. الراجل بيساب حاجة خالص إلا ما بيتكلم فيها، الراجل بلغة الكورة عاوز ينجح. بإذن الله رب يكون التوفيق معاه وبإذن الله النهاردة يقدم نفسه بشكل كبير لكل جماهير النادي الأهلي. طبعا المباراة مش بتاعته خالص، المباراة ما قدرش نحاسبه، الجماهير تحاسبه على هذه المباراة، ولكن كلنا أمل بإذن الله إن شكل الفريق يتغير معاه في الناحية الهجومية والأداء يتحسن بشكل كبير، لأن طبعا جماهير النادي الأهلي في الفترات الأخيرة ما كانتش راضية عن أداء الفريق رغم الفوز الكبير اللي كان بيحققه فريق النادي الأهلي. ولكن يبقى في الأول وفي الآخر هو الحلم، حلم البطوله الافريقيه النجمه التاسعه باذن الله. يا رب باذن الله دعواتك ودعوات كل مشاهدينا باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي اليوم، ويكون النجمه الافريقيه النجمه التاسعه باذن الله من نصيب النادي الاهلي. دي كانت كل كواليسنا في معسكر النادي الاهلي فقط وحصريا لشاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.